بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، السيسي يؤكد أنه سيواصل بناء الجمهورية الجديدة، ويشدد على أن اصطفاف المصريين رسالة رفض للحرب اللاإنسانية على غزة. الوطنية للانتخابات تعلن حصول الرئيس السيسي على 89.6% من الأصوات، وتؤكد أن نسبة التصويت كانت الأعلى في تاريخ مصر. احتفالات في أنحاء مصر بفوز السيسي بفترة رئاسية جديدة، والرئيس يتلقى التهنئة من كبار مسؤولي الدولة وقادة العالم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية شاملة تأتيكم على شاشة الفضائية المصرية والنيل الأخبار. مرحبا محمد. مرحبا بك كريمة، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اصطفاف المصريين وتصويتهم في انتخابات الرئاسة 2024 هو بمثابة رسالة رفض للحرب اللاإنسانية على الحدود الشرقية لمصر، وليس مجرد تصويت لانتخاب رئيس جديد. هكذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب كذلك عن عظيم تقديره وامتنانه للشعب المصري الذي شارك بكثافة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المصريين أثبتوا أنهم على قدر كبير من تحمل المسؤولية والوعي الفكري، وقدموا صورة مضيئة للديمقراطية. شعب مصر العظيم، أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين فالاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وهما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حيوية وفاعلية المجتمع المصري بكافة أطرافه وفئاته، ويؤكد على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية. ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق، والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات. يأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام. وكأن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية في مشهد حضاري راق. تضافرت فيه جهود الدولة حكومة وشعبا ليخرج بهذا المظهر المشرف، والذي لم يشهد أي تجاوزات أو خروقات أمنية على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن البطل في مواجهة مختلف التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادي وأثاره وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمة. الرئيس السيسي جدد العهد ببذل كل الجهد للاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مشتركة للدولة الديمقراطية. أبناء مصر وبناتها، أقول لكم بالصدق المعهود بيننا إنني أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها، كما أؤكد إدراكي
بأن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمة. وأجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا، دولة ديمقراطية تجمع أبنائها في إطار من احترام الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية، قائمة على العلم والتكنولوجيا، محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها، تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له. تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسبات شعبها. هذه مصر التي نحلم بها جميعا. الرئيس السيسي أكد كذلك أنه سيكون صوت المصريين الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم، كما أكد سيادته العمل على استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية للاستفادة من تلك الحالة الثرية التي شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى. هؤلاء هم المصريون الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم، وسأكون صوتهم جميعا مدافعا عن حلمهم لمصر، وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، مستفيدين من تلك الحالة الثرية التي شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى ناتجا عن تنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية. ومن كل قلبي أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسي راق، يمهد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فخره بأبناء مصر واختيارهم له في مهمة قيادة الوطن باعتباره تكليفا من الشعب المصري. كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فخره بجموع الشعب المصري التي عبرت عن نفسها وفي مقدمتها شباب مصر. أبناء مصر الكرام، إن فخري بكم لا حدود ولا نهاية له، واختياركم لي في مهمة قيادة الوطن هو تكليف أتحمل أمانته أمام الله عز وجل وأمامكم، وسيشهد التاريخ به. وكم ازداد فخري وأنا أشهد بعين متأملة جموع الشعب المصري تعبر عن نفسها. في المقدمة كان شباب مصر يعبر عن نفسه وعن حيوية مصر ومستقبلها، وكالعادة والعهد تثبت المرأة المصرية مرة أخرى بأنها صوت الضمير الوطني المعبر عن صمود وصلامة أمتنا، كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذجا للوعي والإرادة، ويؤكدون مرة أخرى على أنهم صناع المستقبل وزارع الأمل. والشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمنوا وأشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة التي استدعت الفخر والاعتزاز. هذا وقد جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهده بتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري. نعم، وجدد سيادته التعهد بالعمل من أجلهم ومعهم لإعلاء الوطن. وفي نهاية حديثي إليكم أؤكد أنني كما عهدتكم رجل مصري نشأ في أصالة الحارة المصرية العريقة، أنتمي إلى المؤسسة العسكرية، ولا أملك في مهمتي التي كلفتموني بها سوى العمل بكم ومن أجلكم. لا أدخر جهدا ولا أسعى
سوى لإرضاء الله تعالى وتحقيق آمالكم وتطلعاتكم. إن اختياركم لي لقيادة الوطن إنما هو أمانة، أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد، فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبها واصطفافه الوطني دائما وأبدا وقبل كل شيء وبعد كل شيء. بالله سبحانه وتعالى، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وعقب الإعلان عن فوزه بفترة رئاسية جديدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة في شوارع القاهرة. الرئيس السيسي حرص على إجراء حوار مع المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة. هاتفيا ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك دكتور أحمد. أهلا بك محمد، أهلا بك زكريا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته للشعب المصري أن اصطفاف المصريين وأيضا تصويتهم في الانتخابات الرئاسية رسالة لرفض الحرب اللا إنسانية على الحدود الشرقية لمصر، كيف تقرأ ذلك؟ في الواقع أن هذه المشاركة العالية وغير المسبوقة في تاريخ الانتخابات المصرية والتي تجاوزت 66% هي بتعكس رسالة واضحة من الشعب المصري بأن المصريين جميعهم هم خلف دولتهم، خلف قيادتهم في مواجهة التحديات، وخاصة التحدي المتعلق باستمرار العدوان الإسرائيلي الغير مسبوق خاصة في قطاع غزة ومخطط إسرائيل بالتهجير القصر. بالتالي هذه رسالة بأن الشعب المصري والدولة المصرية ترفض هذا مخطط، هذا التهجير القصر، ليس لأنه فقط جريمة حرب ضد الإنسانية وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي، لكن أيضا لأنها تستهدف قضية القضية الفلسطينية ومصر صمام الأمان للشعب الفلسطيني والقضيات الفلسطينية والحقوق المشروعة. وبالتالي كانت رسالة واضحة. هذه الكثافة وهذا التصويت هو تصويت ودعم للدولة المصرية والقيادة المصرية
في إجهاض هذه الخطابات وفي مواجهة هذه التحديات وفي دعمها فيما تتخذ من إجراءات لحماية أمن مصر القومي، وبالتالي هي بتعكس حقيقة هذا التضامن المصري الدولة والشعب مع الشعب الفلسطيني، سواء في تكثيف المعاناة عنه، سواء في دعم حقوقي وإستعادة حقوق المشروع على رأسها حقه في إقامة دولات مستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، أو فيما يتعلق برفض هذه المستوطات ورفض تبرير قطاع غزة من سكان. ولذلك حركت السياسة المصرية على مسارات متوازية متكاملة، مسار إنساني في تخفيف المعاناة وسلب الاستعداد، ومسار سياسي في رفض التهجير القسري والعمل على حل الدولتين واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروع. أبرز الملفات برأيك دكتور أحمد التي تنتظر الرئيس عبد الفتاح السيسي في المرحلة القادمة من ولايته الجديدة لمدة 6 سنوات؟ أنا في اعتقادي يا أستاذ محمد أن يعني هذا الأرقام التي يعني رأيناها اليوم، سواء في حصول الرئيس السيسي على 86.6% ما يقارب 90% من الأصوات، أو في مشاركة 66% من الشعب المصري الجزيرة على 44 مليون نسمة، هي بتعكس دلالات ورسائل مهمة بتعكس انحياز المواطن المصري وتصويته لصالح التنمية ومشروع النهضة الشاملة الذي بدأه الرئيس السيسي منذ 10 سنوات، والذي يرسخ الجمهورية الجديدة، هو إعادة بناء مصر الحديث التي يعني هي تعتبر المحطة الثانية في تاريخ مصر الحديث من بعد محطة محمد علي، وبالتالي كان المصريين يصوتون لهذا المسار باستمرار المسيرة التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية، في مجالات التي كان القرار الرئيس السيسي الإنسان المصري باعتباره الغاية من التنمية هو الهدف. الأولوية طبعا مواجهة التحديات الاقتصادية، العمل على رفع مستوى معيشة المواطن المصري والارتقاء حياته الكريمة واستكمال المشروعات القومية العملاقة، ومنها بالطبع مشروع القرن الحياة الكريمة الذي يستهدف إحداث صفقة نوعية لأكثر من 60 مليون مصري يعيشون في الريف المصري، هي أيضا استكمال في مسار البناء ومسار التنمية والانطلاق الاقتصادي بعد أن قطعت مصر أشواطا كبيرة في طبعا في برنامج الاقتصاد الاقتصادي في إقامة بنية حديثة غير مسبوقة عصرية وفقا لأحدث النظم العالمية، وبالتالي ندخل الآن مرحلة الانطلاق الاقتصادي، مرحلة تانية استمرار في إطار هذا المشروع على المستوى التنموي، أيضا على المستوى الداخلي أيضا استكمال بناء القدرات المصرية الشاملة، القدرات الاقتصادية والعسكرية وغيرها من القدرات التي تعزز مكانة مصر حقيقة إقليميا ودوليا. على المستوى الدولي هناك طبعا تحديات وأولويات في مواجهة هذه البؤرة المشتعلة سواء في السودان أو في ليبيا أو في غزة، والأول مرة تشتعل هذه الجبهات بشكل متزامن وفي توقيت واحد هو ما يزيد من التحديات ويزيد من الضغوط. لكن أنا اعتقادي الأولوية الآن في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي في إجهاض ومواجهة مخطط التهجير القسري لدعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعه، هناك أيضا قضايا عالمية مثل التغيرات المناخية، وهناك أيضا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كلها تمثل أولويات في العمل الوطني على المقبلة، وبالتالي الدولة المصرية تسير على مسارات متوازية متكاملة، مسار التنمية والنهضة الشاملة وبناء مصر الحديثة ومشروعات القومية العملاقة مع مسار مواجهة التحديات الخارجية خاصة الأوضاع على حدود مصر وبالتحديد في قطاع غزة. أشكرك دكتور أحمد سيد أحمد أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. ما زلنا نتابع مع حضراتكم تداعيات ونتائج فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، أبرز الملفات التي تستقبلها الدولة في يعني قيادة أو تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنضم إلينا هاتفيا أستاذ دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد ومستشار رئيس البنك الدولي السابق. دكتور عمرو بعد التحية، يعني بالتأكيد يعني استكمالا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والتحديات الاقتصادية أيضا التي تواجه مصر، هو من أهم وأبرز الأولويات التي تقع على كاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي. برأيك كيف يعني ترى آلية تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع هذه الملفات، وخاصة استكمال الإصلاحات بالتوازي طبعا مع إجراءات الحماية الاجتماعية اللي بيحرص عليها بشكل رئيسي؟ صحيح، يمكن الشعب المصري قال كلمته في هذه الانتخابات، وكانت الكلمة يا نعم الاقتصادية ونعم للتنمية ونعم لإعادة البناء وإعادة العمار. أنا بقول إعادة بناء وإعادة العمار الشخصية المصرية بعد ما مرينا بالثورة، يمكن كنا سقطنا، وهذه الأرقام مهمة ولازم تتعالي اليوم، لأن إحنا بعد 8 سنوات أو بعد 9 سنوات من
هذه الثورة كنا سقطنا في النمو الاقتصادي إلى 1.6%. نعم. أمر ببرنامج إصلاح اقتصادي كان قوي وكان شجاع، مش بس كان قوي كان شجاع. كان شجاع ليه؟ لأن التحديات الاجتماعية زي ما حضرتك قلتي كانت أكبر بكثير من التحديات الاقتصادي. لابد كان أن يواكبه برنامج اجتماعي، وده عكس كان يراه أو يريده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. السيد الرئيس أصر على أن يكون هذا البنك موازي مع الجانب الاجتماعي، وفعلا قدرنا، وأنا بقول الرقم والرقم مهم، قدرنا نطلع من 1.6% إلى 6.5% من 1 إلى 6 نسبة نمو اقتصادي، وكنا من أسرع الدول ده خلال السنوات التسعة يا فندم. طبعا في خلال السنوات، لا في خلال السنوات السبعة كمان مش التسعة كمان. انا بتكلم قبل ازمة كورونا، يعني احنا وصلنا في 2019 الى 6.5%. يعني انا بتكلم في تقريبا حوالي سبع سنوات او ست سنوات وليس اكثر. وكنا من الدول 18 على مستوى العالم في ازمة كوفيد، نفتكر هذا الكلام، اللي حققت نسبة نمو ايجابي، لولا طبعا الازمة الروسية والازمة كوفيد كنا ممكن نحقق معدلات. لو تشوفي خريطة المعدلات التنمية على مستوى العالم، نعم، حركة التجارة الدولية، حاسين ان احنا من افضل حركة تنمية او حركة نمو اقتصادي على مستوى العالم. ويكفي النهاردة ان صادراتنا وصلت الى حوالي 36 مليار دولار. ده كان حلم ان احنا نوصل لل 20 او ال 25. النهاردة مع المجمعات الصناعية الجديدة الموجودة في المحافظات، الاستثمارات الكبيرة، يمكن يعني له رقم كتير الناس توفي، لكن سينا على سبيل المثال كانت تكلفة 700 مليار او 800 مليار جنيه. مش بتكلم في مليون ولا ألف، انا بتكلم في مليار جنيه عشان اعمل فيها تنمية. المجمعات الصناعية على مستوى مصر اتكلفت حوالي 50 مليار جنيه. عندك 11% و12% كانت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، نعم، حتى نقدر ان احنا نطلع بالناتج المحلي بنسبة النمو اللي احنا كنا عايزينها 6%، وهي استحوذ على 28 او 25% من العمالة المصرية. احنا بنتكلم في 982 مليار جنيه، 900 يعني 1 تريليون تقريبا ده حجم الناتج الصناعي، حجم الناتج الصناعي اللي موجود. ده اتعمل ازاي؟ ده نتيجة البنية التحتية العملاقة اللي اتعملت في السنوات الماضية. وخلي بالك احنا عندنا تحدي كبير قوي يا استاذة، عندنا تحدي كبير دي خلق فرص عمل. احنا دولة فوق 100 مليون، نعم، يعني 105-110 مليون محتاجين، وعندنا نسبة واغلبنا شباب، يعني اغلب السكان من الشباب، يعني محتاجين عمل فعلا، بالتالي محتاج ان نخلق لهم فرص عمل. طيب تعالي نقول شوية ارقام بسيطة كده عشان السادة المشاهدين يعرفوا احنا تحدياتنا ايه. لما تكون نسبة البطالة بعد الثورة كانت وصلت ل 14% وقدرنا ان احنا نخفضها ل 7 أو 8%، طبعا ده انجاز رهيب. انت عندك مليون مصري كل سنه بيضافوا الى الخريطه المصريه، ده معناها ان انت عايزه حوالي مليون تقريبا وظيفه تخليها كل سنه. غير كده انت عايزه تشروطي الارقام البطاله اللي موجوده، يعني انت محتاجه تقريبا مليون الى مليون ونص فرصه عمل سنويا. قولي لي اي دوله في العالم، اي دوله في العالم تقدر تخلق كم الوظائف المطلوبة؟ مش بتكلم في 500,000 ولا 600,000، انا بتكلم فوق المليون علشان تقدري توفري فرص عمل الكثافة السكانية اللي بتزداد كل سنة. طبعا ده تحدي رهيب، ولذلك احنا بنقول ان احنا فوق 6% او 7%، احنا مش محتاجين نمو 3 و4%. يمكن ظروف الاقتصادية الصعبة خلتنا النهاردة بنحقق 3 و4%، والبنك الدولي يمكن بيتكلم على ان احنا ممكن نحقق اكبر من كده، لكن احنا محتاجين مش 6 ولا 7، محتاجين فوق 8 و10% علشان نقدر ان احنا نحقق فرص عمل للشعب المصري، عشان نقدر ان احنا نواجه التحديات كمان اللي بتقابلنا، سواء على صعيد الزياده السكانيه اللي بتلتهم اي شكل من اشكال التنميه، او على صعيد كمان الازمات الاقتصاديه العالميه اللي طبعا القت بظلالها بشكل كبير جدا على مصر. استكمالا لكلام حضرتك، ان كان من بين الحقيقه البرامج اللي كانت مصر حريصه عليها بشكل كبير جدا، والقياده السياسيه كانت حريصه عليها خلال فتره الرئاسه الفترتين الماضيتين، ما لها علاقه بجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط السياحة طبعا في ظل أزمات كبيرة جدا، ده هدف بتسعى ليه القيادة السياسية بشكل كبير. برأيك إلى أي مدى ممكن يتم تطبيق هذا الأمر أو الاستكمال في هذه الرؤية بشكل يعني يحقق فعلا مردود نقدر نشعر به أيضا في الشارع بشكل مباشر؟
شوفي كلامك في البدايه على الازمات الاقتصاديه العالميه كلام مهم جدا، لو انا بقول ان احنا يعني دوله في بعض الاحيان نكون غير محظوظه او بطريقه كاريكاتيريه، لو خدوا مصر حطوها مع استراليا او نيوزيلندا في حته بعيده كان هتلاقي مصر ليها شان تاني تماما. لان التحديات الخارجيه اللي عندنا تحديات اقليميه كبيره جدا، وبعدين الطياره الروسيه، وبعدين ضرب السياحه، وبعدين ازمه غزه، حرب غزه وفي ليبيا، والمياه حرب المياه السودان في جنوب في 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 اثيوبيا في السودان. يعني احنا في منطقه صعب ان انت يعني تتحكمي فيما يحدث حولك، ومع ذلك وانا بقول مع ذلك كنت من اسرع الدول على مستوى العالم اللي بتحقق نسبه نمو، بل كنت كمان وما زلت من اسرع الدول اكتزاما للاستثمارات الاجنبيه الخارجيه، يمكن الاولى والثانيه في افريقيا، ومن اسرع الدول اللي فيها ناتج محلي واكبر ناتج محلي. بالمناسبه احنا ثالث ناتج محلي على مستوى الدول العربيه، الكلام ده مهم. الناتج المحلي بتاعنا حوالي 500 مليار دولار، لا يسبقنا الا السعوديه حوالي 700 800، دوله الامارات 500 وحاجه. لكن خلي بالك احنا بنتكلم على دولتين نفطيتين كبيرتان، احنا دوله غنيه ليس بالنفط لكن غنيه بمواردها الطبيعيه. احنا لو شلتي القيمه النفطيه هتلاقي ان مصر الدوله الاولى عربيا في الناتج المحلي. ده كمان مع ايه؟ مع التحديات. يمكن يعني السعوديه دول شقيقه، لكن يعني لا توجد دوله، تعالي بصي على خريطه الشرق الاوسط، لا السعوديه ولا الامارات لديهم هذه التحديات الجيوسياسيه اللي موجوده حوالين مصر. وبالتالي انا بقول ان احنا حقيقي النتائج اللي احنا بنحققها رغم التحديات معجزه. بالظبط معجزه. رغم التحديات اللي موجوده حول انا بشكرك بس خارجيا داخليا. نعم تفضل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ دكتور عمرو على هذه المعلومات المعززة بالأرقام، وهي طبعا بتكون أبلغ رد وأبلغ حقيقة على ما يحدث على أرض الواقع. شكرا جزيلا لك. أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعتبر غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية للرئيس السيسي كانت تستند في الأساس على شعبية الرئيس السيسي وإنجازاته. الحمد لله، طبعا النسبة إيجابية غير مسبوقة، يعني الانتخابات الأعلى في تاريخ الدولة المصرية من حيث أعداد الناخبين ومن حيث النسبة. ده حدث الحقيقة يعني يجب أن نتوقف عنده بكثير من الفحص والدرس. الحمد لله يعني الحملة اتبعت المناهج العلمية واتبعت وبالتزام كامل التوجيهات التي صدرت لها من مرشحنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة منذ اليوم الأول الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بأن الحملة تبقى جامعة لكل المصريين، تبقى منفتحة على المنافسين، تتمتع بالأخلاق القويمة، تبقى حملة غير نمطية، الدعاية الانتخابية ما تبقاش في شكلها التقليدي، الدعاية الانتخابية ما تبقاش مفرطة، والحقيقة دي كلها حاجات التزمت بها الحملة. الركن الأشد والأهم اللي استندت إليه الحملة هو عمل الرئيس نفسه وشعبية الرئيس. يعني الحقيقة يعني في الآخر الحملة يعني كانت بتنسق الجهود، بتشرح بعض المواقف، لكن الحقيقة العمل الأساسي والجهد الأساسي كان من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أرسل له الشعب المصري رسالة واضحة بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن يعني حقا علينا نصر المؤمنين. يعني كل دي رسائل الحقيقة وصلت من الشعب المصري في هذا الاستحقاق المهم. هذا وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة من كبار الدولة والمسؤولين بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة، حيث تقدم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيسا مجلسي الشيوخ والنواب الدكتور حنفي جبالي وأيضا رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه رئاسة مصر لفترة تالية.
وأعربوا عن الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي قدم ملحمة وطنية من الاصطفاف الوطني الصادق. هذا هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الشعب المصري والفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية. كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024. كذلك تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي لتجديد الشعب المصري ثقته في الرئيس في هذه المرحلة المهمة لقيادة الوطن. كذلك هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للرئيس السيسي بالتهنئة بثقة الشعب المصري معربة عن تحيتها لوطنية ووعي الشعب المصري. كما تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بخالص التهاني القلبية للرئيس السيسي لفوزه في انتخابات الرئاسة داعية المولى عز وجل أن يسدد خطاه ويكلل جهوده بالنجاح في استكمال مسيرة التنمية والتعمير. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة من الزعماء والرؤساء والملوك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية. وهنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 معربا عن تمنياته بالتوفيق للرئيس في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها، مضيفا أن الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وستواصلن العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير الشعبين ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة. كما هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. وجدد الرئيس الفلسطيني الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه والشعب المصري الشقيق في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وعلى جهود مصر الحثيثة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. من جانبه هنأ رئيس البرلمان العربي عادل ابن عبد الرحمن العسومي الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن هذا الفوز الكبير يجسد إدراك الشعب المصري للنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في مختلف المجالات وعودتها إلى مكانتها الطبيعية على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية. هاتفيا تنضم إلينا الأستاذة سمر الدسوقي الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير مجلة حواء. مرحبا بك أستاذة سمر. مساء الخير يا فندم على حضرتك والسادة المشاهدين. دور المرأة الداعم والمساند بشكل دائم والذي يثني عليه السيد الرئيس حتى قبيل انتخابه، وأيضا الدور الذي تقوم به على مختلف المستويات ربما له انعكاساته الإيجابية خاصة في العملية الانتخابية، يعني كيف رصدت هذا الأمر؟ مساء الخير على حضرتك، واسمح لي في البداية قبل ما نتكلم عن هذا الدور ان انا اتوجه بالتهنئة ويعني المباركة للشعب المصري كله ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة احنا النهاردة عايز اقول لحضرتك زي الانسان اللي هو بيولد من جديد، فعلا احنا داخلين على مرحلة جديدة جميلة وحاسمة ومشرقة بالنسبة للوطن كله. فمليون مبروك سيادة الرئيس، مليون مبروك لمصر. طبعا زي ما سيادتك عارف المرأة المصرية على مر التاريخ
الحقيقة هي ما بتستناش دعوة، هي بيحركها إحساسها ورغبتها والشعور بالأمن والأمان على بيتها وجوزها وأولادها. وبالتالي هي على مر التاريخ من 1919 ثورة 19 ثم 56 وفدائيات بورسعيد ف73 والحرب ودورها على الجبهة الداخلية والخارجية، وبعديها طبعا الفترة الزمنية الأخيرة اللي هي الحقبة الأخيرة، إزاي إن هي كانت بمنتهى القوة في الوقوف أمام الحكم الإخواني الغاشم اللي أنا بقول عليه إن هو غزو، ونزلت بكل جدارة في ثورة 30 يونيو دون أي خوف من أي تهديدات وجهت إليها. وبعد كده طبعا كانت في الطليعة انتخابات الرئاسية الأولى الثانية انتخابات البرلمانية انتخابات الشيوخ ثم الانتخابات اللي احنا أنجزناها مؤخرا. عايز أقول لحضرتك حاجة، الحقيقة هي كان ليها دور كبير ومش عايزين نغفل دور كل فئات الشعب المصري، كان ليها دور في المشاركة وفي الحشد وايضا كمتابعه داخل اللجان. يعني يمكن احنا كان لينا دور في مجله حواء ان احنا اطلقنا اصلا حمله نازلين الانتخابات دي قبل بدء الانتخابات، وطفنا بيها كل المحافظات لحشد المراه المصريه والاسره والشباب، وزورنا فيها الجامعات ومراكز الهيئه العامه للاستعلامات والمدارس في كل المحافظات المصريه، اللي لقيناه ان المراه كانت فعلا بتتحرك بتحشد، عندها احساس يا فندم. يمكن طبعا موقف مصر الاخير من الاحداث الاخيره في قطاع غزه ان هي كانت عايزه تنزل تحافظ على الارض، القضيه الفلسطينيه، وطبعا دعم سياده الرئيس مشكورا للاشقاء الفلسطينيين ولتنور سيادته على الحفاظ على سيناء والامن القومي المصري، كان ليه دور كبير جدا في حركه المراه وكل فئات الشعب المصري في هذه المره. كان في دور كبير قوي للمرأة رصدناه من خلال جولاتنا في كل اللجان الانتخابية في خلال الانتخابات كمتابعة. يعني المجلس القومي المشكورا كان عنده على الأقل 2000 متابعة، دول كانوا بيرصدوا ماذا يحدث داخل اللجان، بيعملوا على تيسيرات للناخبين وللناخبات. اللي لاحظناه كمان واللي كان الجميل جدا والصوره دي على ارض الواقع، ازاي ان حتى ممثلي الاحزاب او المشتركين فيها كانوا كلهم يد واحده وجبهه وطنيه واحده. احنا نهيكنا الحمد لله الحمد لله، والمراه المصريه كانت جزء مشرف وفي طليعه هذه الصوره ان احنا نقدم للعالم كله ازاي ان الشعب المصري يد واحده، الشعب المصري ورا رئيس وراء الشرطة المصرية وراء الجيش المصري الباسل، كلنا دون استثناء لن ينجح أحد في تفرقة هذه الجبهة، وسنظل جميعا وفي مقدمتنا طبعا المرأة المصرية في ضمن هذا الوطن. أشكرك الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، كنت معنا عبر الهاتف. كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي أعلن خلال مؤتمر صحفي فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، حيث حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على نسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39,702,451 صوتا من إجمالي الأصوات الصحيحة. اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر اليوم وأصدر القرار رقم 39 لسنة 2023 باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية. هكذا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات مقبلة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة. عدد ما حصل عليه كل مرشح وفقا لأعلى الأصوات، السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي 39 مليون
702,000 39,702,451 صوتا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة. المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أكد أن الانتخابات الرئاسية شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية الشعب المصري، حيث خرجت كل أطياف الشعب للتعبير عن اختيارها، مشيرا إلى أن نسبة التصويت في هذه الانتخابات هي الأعلى في تاريخ مصر. اصطف المصريون أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها تلبية لنداء الوطن، صانعين بتراثهم ووحدتهم ملحمة في حب مصر. مبروك للمصريين، فقد شهدت الانتخابات الرئاسية ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم. أولا، خروج كل أطياف الشعب لتقول رأيها، حيث صعب التمييز بأن المرأة هي التي كانت في أول الصفوف أم الشباب، كبار السن أم ذوي الهمم، العمال أم الطلاب. فكانت نسبة التصويت هي الأعلى في تاريخ مصر. ثانيا، لا تجاوزات ولا خروقات شابت العملية الانتخابية. كما وجه الشكر لكافة الجهات المعنية والوزارات لمشاركتها لخروج العملية الانتخابية على أكمل وجه. إقبال تاريخي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث كان للرئيس السيسي النصيب الأكبر ليقود البلاد لمدة 6 سنوات، وهي نتيجة يراها مراقبون مؤشر على دعم الرئيس الحالي شعبيا لفترة مقبلة لبناء الجمهورية الجديدة. ولاء الحدين، التلفزيون المصري. أوضاع إقليمية مضطربة وتحديات متعلقة بالأمن القومي واستكمال إصلاحات اقتصادية في الداخل، هي ملفات على طاولة الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته الجديدة، ملفات تنتظر الكثير من العمل والجهد والدعم الشعبي لاستكمال إنجازها. المزيد في سياق التقرير التالي. إذن فقد قال الشعب المصري كلمته مجددا، واختار الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة البلاد لفترة 6 سنوات قادمة. ما بين ملفات جديدة وأخرى قائمة يبدأ الرئيس السيسي ولايته الجديدة، ملفات يحكم إنجازها عنصرا الجهد والزمن ويعزز التفاعل معها المساندة الشعبية. يأتي في مقدمة هذه الملفات الوضع الاقتصادي عبر استكمال تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد وإنجاز الخطة الاقتصادية الخاصة بتعزيز التصنيع المحلي ومضاعفة الصادرات، مع إعطاء مزيد من الدعم لملفات السياحة والصحة والتعليم. إصلاح الاقتصاد دون الإضرار بالمواطن وحمايته من أي تقلبات اقتصادية هدف جوهري يضعه الرئيس السيسي أولا ودائما، وذلك منذ أن شرعت الدولة تحت قيادته في بناء منظومة اجتماعية قبل نحو 10 سنوات من خلال إطلاق البرامج والمبادرات للنهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، من بينها حياة كريمة وتكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى وغيرها.
وبالتزامن يستكمل الرئيس السيسي رؤيته لتحقيق التنمية المستدامة 2030 في كل المجالات وتنفيذ المشروعات التنموية في القطاعات كافة، وهي الجهود التي تبنتها القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى وأدت لتقدم مصر 6 مراكز في تقرير التنمية المستدامة لعام 2023. إصلاح الاقتصاد ودفع التنمية من جانب وصون الأمن القومي وحمايته من جانب آخر أحد أهم الملفات على طاولة الرئيس السيسي، الذي دائما ما يؤكد أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف. وفي كل المحافل الدولية والإقليمية يشدد الرئيس السيسي على ثوابت الأمن القومي بخصوص القضية الفلسطينية التي ستبقى دائما في الضمير الوطني المصري، وهو ما تجلى في تأكيد مصر على تنفيذ الحل العادل والشامل والرفض القاطع لتصفية القضية من خلال تهجير الفلسطينيين. ومن فلسطين إلى ليبيا يستكمل الرئيس السيسي الدور المصري الثابت والداعم لمسار الحل الليبي دون أي إملاءات خارجية، مع الحفاظ على الدولة الليبية بكيانها الموحد كدولة وطنية والدفع بجهود دعم مسار التسوية في ليبيا. بما له تأثير مباشر على الأمن القومي، ستظل القيادة المصرية تعمل جاهدة لاحتواء تداعيات الصراع في السودان وتحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق بحكم العلاقة الوثيقة والمستقبل المشترك. الرئيس عبد الفتاح السيسي من مواليد نوفمبر لعام 1954 بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، تخرج في الكلية الحربية عام 1977. كما شغل الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المناصب القيادية من أبرزها وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتولى أيضا رئاسة الجمهورية في 8 من يونيو عام 2014. ولد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي بحي الجمالية في 19 من نوفمبر عام 1954، وترجع أصول عائلته إلى محافظة المنوفية. بدأ عبد الفتاح السيسي حياته العسكرية مبكرا منذ التحاقه بالمدرسة الثانوية الجوية عام 1971، واستكمل دراسته حتى تخرج من الكلية الحربية عام 1977. عين عبد الفتاح السيسي كضابط قائدا لكتيبة مشاة ميكانيكي، وصعد سلم الترقي العسكري الى ان وصل لقائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي، ثم قائدا للمنطقة الشمالية العسكرية، ثم تولى مديرا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وكان أصغر أعضاء المجلس العسكري سنا عام 2011. ترقى عبد الفتاح السيسي عام 2012 إلى رتبة الفريق أول، وعين وزيرا للدفاع خلفا للمشير حسين طنطاوي. وخلال عام 2013 كان السيسي منقذا للمصريين من براثن جماعة الإخوان واختطافهم للدولة المصرية، ولبى السيسي نداء مصر وشعبها. في مارس 2014 أعلن عبد الفتاح السيسي استقالته من منصب وزير الدفاع بعد موافقة المجلس العسكري على ترشحه لأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 من يونيو 2013. وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 97% في مايو 2014. وفي أبريل 2018 فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة تجاوزت أيضا 97%. وعلى المستوى القاري ترأس السيسي الاتحاد الإفريقي لدورة 2019-2020. ووفقا لاستطلاعات رأي دولية، تربع الرئيس السيسي على عرش قائمة أكثر وأهم زعماء العالم تأثيرا لدوره البارز في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر والمنطقة وإفريقيا.
وصلنا مع حضراتكم لختام نشرتنا الإخبارية، هذا تذكير بأبرز العناوين. بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، السيسي يؤكد أنه سيواصل بناء الجمهورية الجديدة، ويشدد على أن اصطفاف المصريين رسالة رفض للحرب اللا إنسانية على غزة. الوطنية للانتخابات تعلن حصول الرئيس السيسي على 89.6% من الأصوات، وتؤكد أن نسبة التصويت كانت الأعلى في تاريخ مصر. احتفالات في أنحاء مصر بفوز السيسي بفترة رئاسية جديدة، والرئيس يتلقى التهنئة من كبار مسؤولي الدولة وقادة العالم. المزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. نشكر لحضراتكم حسن الاهتمام والمتابعة، وشكرا لك. شكرا لك محمد، إلى اللقاء.